hold his picture, he is our father with the lovely face. نحن في بلدنا والمعتدي يأتي عبر البحار ليغزو هذا البلد. فأي خيار بقي أمامنا؟ الحرب اقربت. قربت؟ إي. 17/3 قالوا يضربونا قسم قال 14/3. أتعلم؟ بس كنت إيش مدرج؟ إذا الدنيا مقلوبة وإحنا كل شيء ما نعرف. والحصار حرب. والعراق محاصر. فالحرب واقعة على العراق. أما الحديث عن الحرب الأوسع من الواقعة علينا فنحن شفناه واجهناه. أنت الأمريكي! لو حصلت المعركة الحماسة مطلوبة لأنه هي الرجال الدحج على بعضها. الأمريكي طلع منها كاميرا اجد يسعوني ما قبلت قال لي واي قلت لي نا ورحت عفتها ورحت امريكا كلها مريتها امريكا تطلع من العراق تطلع امريكا هسه قصد راح يرجع هسه غزه ما اقدر ابيع احنا الا بالقوه لكن عندهم قرارات ما سوالف زناني عمي اسمح لي أكبر مني سنتين وعدمه ايه؟ صدام أخذ أمان ماكو بالشارع كل أمان ماكو توفير ماكو أمان موجود سلاح بالبيت بالسيارة عادي الأمريكان يفتشون علينا بالسلاح مالتنا بالسيارة احنا ضامين ما يندلوا حضارات بالعالم اخر بلد يستعمر بالعالم هم باقوا ظلم وتحرير عمي هذول استعباد على مواردك الطبيعيه وعلى مسائلك والله جاي رباعي هاي الجريدة صدام يتجول في بغداد بابل معظم يعني صدام بعد عدل هسه حاليا ويتجول في بغداد فجأة وجانا الصاروخ هنا الساعة 8:15 تقريبا الصبح هنا الناس قاعدة تتريق كل من ببيته بعدين هاي وقت يعني صارت اي بيت تدخل لها القصينيه مال ريوق كلها مكشوفه والعالم ماكو حتى لما يفوت منا برا الشاشات يعني هالشكل موجه عليك انا اصلا شيء ابي عليهن اذا موجه الشاشه ما عليها هالشكل شنو لي ليش هالشكل ماكو داعي يخاف مني انا انسان بسيط ايش يخاف من عندي قال اسويها احسن من 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 طوكيو زين وين طوكيو هسه احنا بغداد القديمه